طبعا بسيطه هو كيف تبدا التحضير. فتكون الخطه هذه اللي هي الهيدروجين متبعيه مثل التمثيل هو مكتوب فيك المركب مع ملح الطعام والكلوريد الصوديوم كم عدد الجهاز ويجمع بإضافة الهواء إلى العلاج أنه أكثر من الهواء. هذه الملاحظة كيف تبدا المركب اللي تكتبه تحصل على ثلاث درجات، فبالتالي تحصل الدرجات الباقية إلى ثلاثة للمعادلة وأربعة للمقاومة. نأتي الآن لحصلكم بصورة مبسطة الإجابة. فلو كانت بمعادلة كيميائية هو يقول لك يعني ما لو طلبتنا مثلا الإجابات مالتها يقول لك حصل فائض كيميائي للتمرين، يعني الناتج ما يجب أن يكون فائض كيميائي، يصير الناتج أفضل. إذا أنت أفضل من ركز على الناتج أنت بالتفصيل إذا بتكون معلم مثلث. إذا بالتالي نحن نقول نصف الطعام هو NaCl، لها ضيق وحافظ الهيدروجين الكبير في كل مركز.
يعني جدا من مسحوق قد ألم اليوم. أوكسجين أحاديث إذا اكتسب الطالب عزائنا بخارج أي معادلة سيحصل على عزائج كاملة وهي خمس درجة. إذا التعليم قد يتضمن معادلة مثل ما ذكرنا هذه المعادلة تكفي للحصول على خمس درجة بدكتوراه كاملة. وثم يجب تستخدم تلك الأجهزة الحديثية الكبيرة والقدرة السكينة. نأتي إلى التعريف الثاني وهو هيدرو كربون. الهيدرو كربون هو مركبات العنصر التي تتكون من عنصرين أساسيين هو الكربون والهيدروجين، وهذه تكون على شكل سلاسل غير متناهية، قد تكون مشطعة أو تكون غير مشطعة مثل الأجسام الأكسجين السريع وغيرها. المهم أن نعرف أنه يكتب أنها تحتوي على عنصرين الكربون والهيدروجين بصفة أساسية. إذا التعريف الأكبر وهو قابلية التنقل، قابلية الأوان موجودة بالكتاب بصورة واضحة وهي أكبر كمية من الغلاف، ممكن أن تدور في الصف وهي ممكن أن تدور في حجم ثابت من الوليد في معين يحصل على حجم مشطط في درجة حرارة معلومة. إذا هذه هي قابلية التنقل. هذا هو السؤال الأول عن سائل الطلبة وجواب الأمثلة أو الحل الأسهل كيف؟ نأتي الآن إلى السؤال الثاني. أنا جدي فلنفرض السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول من فرحين ألف إلى لكل فرح 10 درجة. الفرع الأول يقول إذا علمت أن العدد الضرب لمسافة أنفر السيليكون الثالث 14. أجاب عن طريقتي وثلاثة إجابات كانت تحصل من درجات على هذا السؤال، كما يلاحظ بأن ترتيب الإلكترونات كان إلف للدرجات والدورة والزمرة إلف للدرجات ونضيف لويس إلى 4 درجات. إذا ذكر الدورة أو الزمرة فقط حوالي 13 فكم يعطى ذلك إلف بالعشرة. إذا نحتاج إلى قياس بقياس بأربعة درجات كما يحتاج بعض المجموع بسؤال. نجي الآن الترتيب الإلكتروني للسيليكون. كلنا نعرف الترتيب الإلكتروني وتعلمنا طبعا هذا من الأسئلة اللي جت كثيرة بالنسبة للطالب وكثير من الطلبة جاوبوا على هذا السؤال لأنه كان بسيط بعض الأسئلة جت واضحة وبسيطة وبعضها طبعا جت فيها مفاجأة للطالب بأنها تحتوي على ليس فقط على الذكاء إنما حتى على صبر المهتم. نجي الآن إلى السيليكون. هذا هو السيليكون عبارة عن فلترتيب الإلكتروني يكون بهذا الشكل. الترتيب الإلكتروني هذا هو المستوى الأخير فهذه 6 درجات. رابع دورة الزمرة من ناحية هذا الرقم هو يرى للدورة. إذا الدورة مجموعة الإلكترونات في المستوى الأخير هو الزمرة. إذا الزمرة الرابعة وأخيرا يطلق رمز لويس بدءا برمز لويس نذكر هذا العنصر ثم الإلكترونات في المستوى الأخير الأرضية في التكافؤ مثل ما قامت المدينة هي 4. نبدأ بتقوية 10 يعني في المستوى هذا بس سيكون الترتيب الإلكتروني بهذا الشكل. سيحصل هنا مثل 10 وهنا مثل 3 درجات وهنا 4 درجات. سيحصل كم طالب على 10 مثل مثلا سيحصل بس نفس جاوب على هذا السؤال. طبعا من المفاجأة المهمة في الأسئلة التي تساعد الإنسان المستمع بالتعليم بأن الطالب لو كتب في 3 تعريف الابتعاد فستكون جوابا لأن إجابتي كلها تتطلب سبل الابتعاد الابتعاد الابتعاد. وبمقابل المفارقة طبعا تكتب هذه السنة إضافة إنه مجاوب من هذه السنة أي سؤال هل اقتربت طبعا هذا مفقود على الأسئلة الصغيرة لهذه السنة لأنها مجاوب في أي سؤال يتطلب فواصل الجواب لأن فواصل الجواب أيضا من الأشياء المهمة الطالب اللي يتعلمها. نجي الآن مثلا نجي نلاحظ التعليم الأول عن بعض الطلبة يحفظ الصوديوم 0.5 في الأسئلة. الجواب هو يتعلم بالفعل هو يشتعل أو كونه يشتعل
إجابتها أيضا متشابهة. أما بالنسبة للتعليل الآخر هو أيضا هو سبب الاسعاف أو تسقاط الأبية تبقى في درجات الحرارة القياسية. طبعا العملية في الشتاء تتغير أيضا سهولة اجتهاد معين الهواء أو الأكسجين ودرجة استقبالية الواطئة وكذلك فعالية العملية وأيضا سرعة اشتعاله في الهواء. إذا استحق أنه الإجابة على التعاليم الثلاثة طبعا تترك الواصل والجواب على الثلاث والإجابة على كل تعليم خمس درجات. إذا لاحظنا هذا هو أحد الجوانب السؤال الثاني. إذا لاحظنا أعزائنا الطلبة بدأ بتحول الأسئلة كيف تتدرج أنت طالبنا العديد من كل الأسئلة وكل سؤال يجب أن يتعلم صفحة خاصة به موجودة ومرقمة في الدفتر الامتحاني ما تتجاوز هذه الورقة. أعزائنا الطلبة لاحظنا كثيرا ما طلبتنا حل السؤال الأول بتركه بس الحل مقام السؤال الثاني تلك لأنك لا ترجع الحجة وليس لك هذا الحجة بالأخير ويكتب كلمة يجب على وكتبة من السنة حديثة طالما لا تتصفى لكثرة الدفاتر من انتبه على الحصة تشوف السؤال الأخير يبقى فضله ما أثناء التدقيق والمراجعة نرجع عليه ونبدا صفحة بينما هذا يكون الفرق للمتقدم فقط والجوالة وهو بها ولكن تبدأ أصلا حافظ السؤال الأول كاتب مكان ثلج وعارف مكان طالب فكرت الثلج عندك مكان موجود ما فكرت الفجر مثلا سوف طالب إذا هو متوقع. إذا كثير من طلبتنا يكون في إجابة الدرجة ما يشتاق منها علما لأمر ما نتوقع أما يكون ترك الخطأ مثلا قرأت الجواب على السؤال التعادل يكون ثلاثة التعليل الأول صحيح والتعليل القدر صحيح والأول خطأ إحنا نفضل نترك للأخير رغم أنه هو هذا الصح لكن تسلسل على أذنه. إذا يجب أن تحدد أنت المستقبل تكتب كم مختلف المكان اللي أنت لا تريد السؤال اللي ما تريده أو الصح اللي أنت مضطر تتركه. نأتي الآن من طلبتنا إلى حد وننتقل إلى السؤال. السؤال أصلا الإجابة طبعا أعزائنا الطلبة جاوبوها إحنا طلبتنا في الصورة الخاطئة كان الفرق الثاني فرق الطلب كلهم جاوبوه لأنه كان سهل هو السؤال الذي فرق أما السؤال الأول فرق فكان جاوب إجابة خاطئة لأن هذا السؤال الإجابة ليس فقط يعتمد على أنه أدى فكرة معينة إنما يعتمد على حفظ الطالب للمادة فجبت السؤال كذا. بالسؤال الثالث أيضا من فرقين يكون فرق أحد عشر. الفرق الأول وهو الفرق الأول السيكا عند مركبة السيكا واحد مع مثال كل لون ثم أذكر أهم الخواص التي تمتاز بها السيكا. ذكر بعض الأسئلة الطالب أن كتابة المقال موجودة أذكرها طلبتنا مثال وهي أنواع السيكا. أنواع السيكا هي نوعين سيليكا نقية وسيليكا غير نقية ولكن السيليكا النقية في حجر الصغار والكوارتز والسيليكا غير نقية في الهواء يخفض. أكبر طلبتنا كيف يستخدم مادة اللي هي مهارة شديدة الصيادل سبب في تغيير الجسم الزجاج والحديد الصلب قام هذه أيضا كتبوا خطة للأنواع المميزة كما تخلص هنا وغيرها لكن هذا ما مطلوب من السيليكا المطلوب فقط أنواع هواء نقية وغير نقية مثل حجر الصغار والكوارتز والسلك غير نقية مثل الأمون هو أطي وأطي طبعا كل من هو طبعا درجة الزجاجة بالنسبة إلى أنواع السلك طبعا كان المطلق أن يعطي درجة لكن هو اختفق درجة واحدة لأن هذا السؤال مثل ما قلت كان المفروض أن خواص السلك